إلى أصول الفقه. وصلنا نتكلم على مدارك الأحكام، وقلنا أن مدرك الأحكام بعد الكتاب والسنة الإجماع. وصلنا إلى اجتهاد الواحد ليس إجماعا، لأن الإجماع أصل الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور على مسألة ما، فإن لم يكن إلا مجتهد واحد في العصر وهذا غير موجود وغير وارد ولا في الذهن حتى، لأن هذه الأمة ولادة خلاقة، أن هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتك المطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. يهيئ إلي أننا أخذناها وأخذنا انقراض العصر أيضا، وقلنا أنه لا يشترط انقراض العصر في الإجماع خلافا لأحمد. طيب، مسألة التمادي لا يشترط في الإجماع، وعلم أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع تمادي الزمن لو هم يعني، والمعنى هنا إذا اتفقوا على مسألة وبعدها بخمس دقائق ماتوا جميعا كان الإجماع منعقدا، وإن كان قد شرط التمادي إمام الحرمين في الإجماع الظني ليستقر الرأي عليه كالقطع، وهذا كما قلنا ليس بصحيح. وعلم أن إجماع الأمم السابقين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير حجة. هذه المسألة راجعة إلى مسألة الشرع، يعني شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، وهو الأصح الاختصاصي دليل حجية الإجماع لهذه الأمة، قال أن أمتي لا تجتمع على ضلالة على ضلالة. الإجماع عن قياس، وهذه مسألة مهمة جدا. يعني الإجماع عن قياس، وهذه مسألة واقعة، يعني يقصون حكما على الحكم ثم يجمعون على هذا القياس. يبقى هذا الإجماع أصلا إجماع على إيش؟ مستند، والمستند هو القياس، الإجماع على القياس. علم أنه أن الإجماع قد يكون عن قياس، أن الاجتهاد المأخوذ في تعريفه لا بد له من مستند، والمستند كتاب السنة أو معنى الكتاب والسنة، كتاب السنة أو معنى الكتاب والسنة. وقع فيه الخلاف لمنع جواز ذلك الإجماع على القياس. طبعا من قال بأن القياس أصلا لا قياس في الـ في الـ في مدرك الأحكام، أن القياس ليس مدركا من مدارك الأحكام كالظاهرية، لا يدخلون في هذا الباب. ومنع ناس وقالوا منعوا بوقوعه مطلقا، نعم. ومنهم من فرق بين القياس الخفي والقياس الجلي، والإطلاق والتفصيل رجعان على كل من الجواز. الحق أنه وجه المنع في الجملة أن القياس لكونه ظنيا في الأغلب فيجوز مخالفته لأرجح منه، فلو لازم عنه لا جزاء مخالفة الإجماع. يعني وجهة النظر في أنه لا إجماع على القياس، أن القياس أصالة ظني، يعني ظن الثبوت، فإن كان ظنيا فيجوز مخالفته. فلو قلنا أن الإجماع ينعقد عليه قلنا بأنه يجوز مخالفة الإجماع، وأصالة الإجماع على أنه لا يجوز مخالفة الإجماع. طبعا إذا عقد فالإجماع أنه لا يجوز مخالفة الإجماع. وهنا نقول بأنه قد وقع الإجماع النابع عن قياس عند بعض العلماء باتفاق الأمة في مسألة قياس شحم الخنزير على لحم الخنزير، قياس شحم الخنزير على لحم الخنزير. هو طبعا يعني قد تكون من الآية فيما منع الله عن بني إسرائيل، فيقاس الشحم على اللحم، والعلاقة ظاهرة بينهما. فأجمعوا على أن شحم الخنزير محرم قياسا على لحمه، فكان الإجماع عن قياس، فكان الإجماع نابعا عن قياس. وعلى إراقة نحو الزيت إذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن، فغزع السمن، لأن الحديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأثر موجود، وجاء أثر أيضا فيها وإن كان ضعيفا، فقد لا يكون مثالا، لأن النبي قال في السمن ألقوها وما حولها وكلوا. وقد وردت رواية ضعيفة بأنه إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا، وإن كان يعني الزيت لم يكن جامدا قال لا تستعملوا أو كلمة نحوها، والحديث ضعيف. لكن في النهاية أنه قد يكون الإجماع على مسألة الأصل فيها القياس، والحق أن نقول ما دام قد أجمعوا فلا يجوز المخالفة، فلنا أن نقول بأن هذا قياس صحيح، وأن الإجماع دل على مستند أثري أصالة لما أجمعت الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. مسألة لو وقع الخلاف ثم وقع الاتفاق، يعني اتفاق على ما وقع الخلاف في المسألة على قولين،
فحدث الاتفاق في مسألة منها. هل يحدث هذا أم لا؟ هذه المسألة. فإذا اختلف علماء العصر في مسألة على قولين، فاتفق العلماء من بعدهم على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف، قبل احنا عندنا الاتفاق يكون قبل استقرار الخلاف أو بعد استقرار الخلاف، فهذه مسألة مهمة لأن الكلام فيها قبل الاستقرار غير الكلام فيها بعد الاستقرار. قبل الاستقرار بينه الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز، ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم بأن ماتوا ونشأ غيرهم فإنه يعلم جوازه أو يعلم جوازه أيضا لصدق تعريف الإجماع على كل من هذين الاتفاقين. أجمعوا على شيء، اختلفوا في مسألة ثم ماتوا ثم جاء من بعدهم بزمن يسير فأجمعوا على واحدة من القولين. واجب الجواز أنه يجوز أن يظهر مستند جلي يجمعون عليه، وقد أجمعت الصحابة على دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم. هذا لابد أن نقول أن هذه الصورة صورة الخلاف الذي لم يستقر، يعني مسألة دفن النبي اختلفوا أين يدفن، اختلفوا ما بينهم حتى جاء أبو بكر بالأثر فأجمعوا جميعا على الأثر. هنا لم يستقر الخلاف. وأما الاتفاق يعني بعد الاستقرار منهم، بعد استقرار الخلاف منهم وقائد الاتفاق، فمنعوا الإمام الرازي، منع الإجماع الإمام الرازي ما دام قد استقر الخلاف على قولين، فمنع الإجماع على قول من القولين، منع منه الإمام الرازي، لأنه طبعا إذا قلنا بالإجماع فلا يجوز مخالفته. وجوزه الإمام الأمدي كان العكس هو الصحيح، لأن الأمدي هو الذي منع والإمام هو الذي جوز. الأمدي هو الذي منع والإمام الرازي هو الذي جوز، إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قاطعا فلا يجوز حضرا من غير القاطع. يعني لو كان واحد قول من القولين المستند قطعي فأجمعوا عليه، قلنا أجمعوا على الدليل انتهى الأمر. احتج المانع بأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد، فيمتنع اتفاقهم بعدها على أحد الشقين، وهذا كلام عظيم جدا، والمقاصد أيضا تحميه. يعني هذا الكلام بأنه يعني جائز أن يأخذوا بشقي الاختلاف، هؤلاء يأخذون بهذا القول، هؤلاء يأخذون هذا القول، سواء كان علما أو كان مقلدا. قلت والشرع يكفر ذلك، كيف هذا؟ كيف يكون الشرع يكفر ذلك؟ وكلام الإمام في التجويز والأمدي في المنع. قلنا الاتفاق على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف في اجتهاد أو تقليد، فيمتنع اتفاقهم بعد أحد الشقين في هذا الباب. قلت والشرع يكفر ذلك، كيف؟ السؤال كيف؟ لأن حفظ مجموع الأمة عن اضطرار، هذا كلام جيد، لكن هنا الامتناع عن الاتفاق بعد الاختلاف. دينا تقول لأن الحق أحد القولين فلا يجوز إداره لأنه ربما يكون هو الحق. نعم، هذا من ناحية نظرية ممتاز. إخوان مجمع بالاتفاق حرام، جيد. إيش ثاني؟ لأن الحق واحد لا يتعدد، فماذا حق الضلال؟ يبقى أنتم فهمتوش السؤال، إجابة جيدة لكن متناقضة الآن بين الجميع. أنا قلت الشرع يكفل الخلاف دون الإجماع، ولكن تفرقهم بعد ما جاءتهم بينات. طيب، وكيف الشرع يكفل ذلك؟ لأن الشرع قلنا جاء بالتيسير، وكفالة الاختفاء الاختلاف كفالة تيسير، كفالة الاختلاف كفالة تيسير. طيب، أجاب المجوز بأن تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق به على أحد الشقين، فإذا وجد فلا اتفاق قبله، والخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر، فإن اشترط جاز الاتفاق مطلقا قطعا، لأنه خلاص لو قالوا الإجماع لا يكون إلا بعد انقراض العصر، يبقى إذن اتفقوا ما اتفقوا المسألة على الجواز في هذا الباب. والصحيح أن انقراض العصر ليس شرطا في الإجماع، وما الاتفاق من غيرهم أي من غير المختلفين بعد استقرار الخلاف أن ماتوا ونشأ غيرهم، فالأصح أنه ممتنع إن طال الزمان، لأنه يبقى الخلاف وهيكون فيه تضييق للأمة كما قلنا، وعدم الإجماع على قول من القولين قلنا بأن هذا
يعني هذا يوافق مقاصد الشريعة وروح الشريعة بالتأثير. إذا انقدح وجه في سقوطه لظهر المختلفين بخلاف ما إذا قصر فقد لا يظهر لهم ويظهر لغيرهم. وقيل يجوز مطلقا لجواز ظهور سقوط الخلاف لغير المختلفين دونهم، وهذا ليس بسديد. طيب، الإجماع على أقل ما قيل، يعني هو يأخذ اختلفوا على أقوال ثلاثة أقل شيء في اتفاق بينهم جميعا، كما قلنا مثلا النقاب على قولين، على القول الأول الوجوب، القول الثاني الاستحباب. طب أقل القليل المتفق عليه هو إيش؟ الإجماع على الاستحباب. وعلم أن التمسك بأقل القليل حق، لأنه تمسك بما أجمع عليه مع ضميمه، أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه. مثاله أن العلماء اختلفوا في دية الذمي الواجبة على القاتل. جاءت الأثار صراحة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأن دية الذمي كدية المسلم، وهذا أضعف الأقوال. وقيل أن دية الذمي كنصف دية المسلم، وهذا جاءت الأثار بها صحيحة. وأتى أيضا كالزهر وغيره جاءت بأن دية الذمي هي كثلث دية المسلم. فشافعي قال إذا نأخذ بأقل القليل المجمع عليه. إيش المجمع عليه المتفق عليه؟ الثلث. لأن من قال ديته كدية المسلم وافق على الثلث، من قال ديته كدية نصف المسلم وافق على الثلث، ومن قال بالثلث وافق على الثلث. إذا صار إجماعا من الجميع على الثلث فيؤخذ به ويكون أقل القليل إجماع عليه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى المسألة الأخرى، مسألة الإجماع السكوتي، نحن نعرفه وله بعض المسائل المتعلقة به، هذه نرجئها للدرس القادم. فالإجماع السكوتي هو أن يقول بعض المجتهدين حكما في مسألة، ويصل العلماء الآخرين القول فلا يبدون حكما فيها. في أقوال أنه حجة، في أقوال أنه إجماع، في أقوال أنه حجة لا إجماع. نعم، لذلك قال المصنف ثالثها أي الأقوال أنه حجة لا إجماع، يعني هو حجة نعم في نفسه لكنه ليس إجماع. وإيش الفارق من حجة وإجماع؟ أنه يجوز مخالفتها. والقول الثاني أنه حجة وإجماع، حجة وإجماع إذا لا يجوز مخالفته، لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يعني يظن بها الموافقة، لأن العالم لا يمكن أن يسكت على منكر. قد نقول يعتريه ما يعتري خوفا قلقا أو عدم اطلاع حقا أو عدم استيعاب المسألة، كلها احتمالات تعتريه. ولما الثالث اسم الإجماع الاختصاص مطلقه عنده بالقطع المقطوع به في الموافقة. وأولها ليس بحجة، يبقى عندنا أقوال ثلاثة، ليس بحجة ولا بإجماع، ما في الاحتمال، لأنه إجماع سكوتي وهو أضعف ما يكون، فلا هو لا حجة ولا هو إجماع. القول الثاني كما بينا بأنه حجة وإجماع، والقول الثالث أنه حجة لكنه ليس بإجماع، ويمكن هذا هو أعدل الأقوال. باحتمال السكوت لغير الموافقة، الخوف والمهابة والتردد، قلنا يعتري ما يعتري. ولذلك قال الإمام الشافعي لا ينسب لساكت قول. رابع هذه الأقوال أنه حجة بشرط الانقراض، يعني على ما اشترط أحمد في مسألة الإجماع، لأن من ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما كان قبله. قال ابن أبي هريرة إنه حجة إن كان فتيا لا حكما، لأن الفتيا يبحث فيها عادة، فالسكوت عنها رضا بها بخلاف الحكم. قال أبو إسحاق المروزي عكسه، قال هو حجة في الحكم لا في الفتيا، لصدور عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا. وقال قوم إنه حجة إن وقع فيما يفوت استدراكه كإراقة الدماء وإصلاحة الفروج، لأن ذلك لحظر لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره. الصحيح أن نقول بأنه ليس بإجماع لكنه حجة. نعم يعني يجوز مخالفتها. نعم هذا صحيح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.